مبروك لكل اللي فازوا في المسابقة بتاعت الأسبوع ده، رسومات حلوة جدا. حبيت ان انا اشكركم في فيديو كده لوحدكم، هعرض لكم رسومات وشهادة التقدير اللي انا عملتها والهدية الرمزية اللي انا عملتها، يا رب تعجبكم. وطبعا بشكر برضو الناس اللي من محافظات او من بلاد تانية اللي ما قدروش ان هم يستلموا هديتهم. اتمنى ان ده ما يمنعكوش ان انتوا تشاركوا معانا في مسابقات تانية كتير ان شاء الله، ويا رب تكون المسابقات بتعجبكم. وشكرا على متابعتكم دايما للجروب والقناة.